بشير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشير حرابي، صاحب مركز إغاثي الخير بيت طويل. احنا توزع كل أصحاب مركز الخير. أيوة بهيس بهيس، فهمت لي. المركز خذ عنها شهرة وتميز، فهمت لي، بين ضمن المراكز بيت طويل. واليوم بحول الله بنتحدثوا على المركز هذا. يا اخي مرحبا بكم، تفضلوا في كل وقت، مرحبا بكم. شنو سبب التميز نتاع المركز؟ والله سبب التميز هو الصدق والعمل، معناه نقول احنا العمل المنتظم، نظام العمل. اذا كانك انت تحب تخدم وشديت، معناها تحملت المسؤوليه هذه، يلزمك تعمل نظام. بشير، الاعانات اللي تقدموا فيها للاشقاء الليبيين في شكل مواد غذائية، ملابس، أموال، مسرس، نعطيك شنو نقدموا. قدمنا المواد الغذائية هيك أساسية. فرق نقولوا احنا الغطاء والفراش، معناها هي الزراية والزاورة. اللباس، الدباس، قدمنا برشا دباس، الحمد لله. سعينا في برشا دباس وجدنا دباس جديدة، والدباس أدوية، ثم أدوية وأدوية، زاد سعينا في الأدوية، لأن الأدوية احنا جينا الأدوية عدول الهلال الاحمر. الهلال الاحمر احنا عندنا حتى درايه. لا بعد ذلك موجود الهلال الاحمر في طيار حديثنا بحول الله. قدم المهم الاغذيه والتنظيف بصفه عامه. ما قدمتوش اموال؟ لا. حكايه البنوات نتاع ليسانس والموضوع شنو حكايتها؟ لا, لا لا لا، المركز هذا لا يتعامل مع الاموال. ايوه. بكل صدق وبكل امانه، حتى كان يجي حد باش يعاون ليبي، كل مره يجينا حد ما نكذبوش. لا نتخذ تدخل. حنا كراسه اللي هي هذه في العائلات، كان معنا اخ ليبي اسمه حسين الزنتاني، عاوننا في العائلات نتاع الليبيه. ايوه فهمتني، اللي هم يجي ليبي يعرفوه هم، معنا فهمتني. احنا ايش نقدموا لك؟ نقدموا للعائلات اليتام، عندنا عائلات ايتام نقيدوهم، مثلا الايتام عندنا عائلات كاريه عندها كراء نقدموا لهم، مثلا عائلات الكراء. عندنا عائلات المرضى يقدموا لهم عائلات المرضى، وهو يتحمل مسؤوليته هو. أيوة. والاخ الزنتاني لا نتدخل في الماء، الحمد لله ان ما نتدخلوش في الماء. المركز الوحيد اللي نعلم ونتحدى اي واحد اما جاب لي من الليل توسي، باستثناء الفتره بدايه الفتره منين كنت وقتها في المركز، فهمتني؟ ايوه. نتحدى اي واحد جاب المركز الخير فلوس واخذ منها. باهي هذه شفافيه معناها. لا لا تفضل، اللي حيعطيه مركز الخير فلوس يتفضل. احنا موجودين هنا. باهي. موجودين كيما باش يحسبونا. اساس تعال حسبونا ايش بيه. الهلال الاحمر ما اعطاكش حاجه؟ الهلال الاحمر التونسي فرع تطاوين. الهلال الاحمر التونسي فرع تطاوين، اعطاني ما قيمه زوز طن من المواد الغذائيه. باهي. ما قيمه زوز طن من بدايه الاحداث الى يومنا هذا. معناها شنو تحدث فيه؟ كان نحس كانك مع مستشفي اللي اعطاه هيك ولا؟ مستشفي، لان اربع شهور ولا خمس شهور سي مش بالساهل، اربع شهور ولا خمس شهور قدم ما قرابه زوز طن. الهلال الاحمر في تطاوين تعاونك معاه كيفاش ترى؟ والله عاوننا في زوز سيارات قرابه زوز طن، معناها في فتره قبل رمضان بمده. وتبقى اخي ما عاوننا بشيء، الهلال الاحمر ضعيف، الهلال الاحمر نتاع التطاوين ضعيف ضعيف ضعيف. يعني نقول لك بكل صدق، تعاوني الهلال الاحمر الجنوبيه اكثر من اللي عاوني الهلال الاحمر الشماليه. الهلال الاحمر اللي نقولوا احنا نتاع التطاوين اللي هو الاخر فرعي والاخر جنوبي. تعاملنا معاه بصراحه، وتنجم تقول بكل صدق الهلال الاحمر، الهلال الاحمر هو اللي ما خدمش تطاوين. ما خدمش تطاوين صراحه، سواء كان في الهيئه القديمه ولا الهيئه الجديده. الهيئه القديمه، الهيئه القديمه ما خدمت تطاوين، والهيئه الجديده ما خدمت تطاوين. بصدق باش ما نظلم حد. باك ما عندكش باك، لكن تسعى راك هلال احمر صراحه، مواطن عادي مركز يسعى الى عائلات تطاوين في ليبيا. وانت هلال احمر ما تسعاش. انا عملت حوار سابقا مع رئيس او مدير فرع الهلال تطاوين، اعطيني قول وين كلمه، قول الوضع كارثي، معناها ما عندهم شيء، بس كاين الهلال الاحمر اسم بدون مسمى. اي هذا شكون يرجع؟ يرجع ربما مش عارف شكون يرجع، لقله التسيير. اذا كانك انت مسير
وما نجمتش ما نجمتش تسير الهلال وان انت الظرف اللي جاك فيه هذا في الظرف هذا يلزمك تكون واقف تحضر له. أيوة. اذا كان ما نجمتش لا داعي باش تقول لي الحاله الكارثيه. أيوة. بكل صدق. أيوة. يلزمك تتكلم على كل هذه رساله للهلال الاحمر. الهلال الاحمر صراحه ما قدم شيء للطوي بكل صدق للاسف الشديد، ورغم ان حبينا نتعاملوا معاه عاوننا نحب نعاونوا به، حتى بنقولوا احنا حتى بالرويه حتى ما يسالش نحبوا ننزلوا المعنويات، ولكن للاسف الشديد والله ما قدم شيء للطوي. الجمعيات الاخرى والمنظمات الاخرى للطوي تعاملوا معاه فمش تعاون؟ والله المركز الخير ما بكل صدق ما تعاون تعامل الا مع الشعب التونسي. لا منظمات ولا جمعيات، ما نقولوش احنا طيب باش نمنوا على الجمعيات، لكن نقولوا اللي المركز هذا الشعار نتاعه من الشعب الى الشعب. فهمت المعنى بالضبط؟ من الشعب الى الشعب. هذا الشعار نتاعه. شنو سبب عدم انضمامكم لتكتوا المراكز الاغاثه اللي تكون اخيرا تحت رابطه حمايه الثوره؟ والله هذا الساعة قبل هي حماية الثورة، لا هي حبيناها حماية الشعب ليس حماية الثورة. حماية الإغاثة. قلت رابطة حماية الثورة واصل. رابطة حماية الثورة مهمتها مهمة سياسية وليس مهمة إغاثية. هذا المبدأ الأول باش كل حد ياخذ مجرى. هنا إذا كان هي ما نجحتش مثلا في السياسة باش تنجح في الإغاثة؟ ولكن هم انا رايي هذا. اي رايك رايك محترم رايك محترم. ولكن هم يعملوا في العمل اللي غير مع العمل السياسي ما عندهمش حق باش يعملوه. بون في الواقع ما عندهم حتى حق باش يعملوا العمل اللي غير، لان هم جو اخر واحدين صاحب منين نعملوا احنا في الاغاثه مراكز حتى مراكز الاخرى على اخر واحدين في الاغاثه تقصد؟ اخر واحدين في الاغاثه. ايوه خاطر في العمل الاخر يقولوا الرابطه تحدث عن نفسها انها هي اللي كانت اول منظمه تجد البلاد. لا 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 ما نقولوش كلام اخر، لان كان قلت كلام اخر نولوا غلطنا حتى في حق اول من عمل الاغاثه في تطاوين. ايوه اتفقنا في الاغاثه. أيوة. اتفقنا في الاغاثه. لا لا العمل اللي قلت انت سميته سياسي. ايه الرابطه هي اول من وجد كهيكل ينظف العمل السياسي في تطاوين. لكن على المستوى الاغاثي. لا على السياسي هي صحيح. ووقتها انتخبناها وحبينا ان تقوم بالبلاد وتوقف للولايه وتاخذ حق الشهداء. بهمال باش فسر بشير انضمام قرابه 7 ولا 8 منظمات اغاثيه مراكز اغاثيه الى حد الان ما تعمل تحت الرابطه. والله هذا شان يعنيه لان مركز الخير اقوى من انه باش يعمل اتحاد بكل صدق. ماكش في حاجه لل لا مانيش في حاجه للاتحاد. ايوه لا انا فهمني. أيوة. والله ما بكل صدق. أيوة. مش اتحاد. أيوة. اكثر ما تصور في اقوى القوه لله، لان الركيزه نتاعنا قلنا الركيزه الصدق والعمل والاخلاص في العمل. مش جاي باش نعمل اتحاد ليش؟ نواصلوا عندك متحكم يا جماعه. اساسي نتكلم. سي بشير انت ما انضمتوش للاتحاد الاغاثي، انا قلت مانيش في حاجه للانظمه. مانيش ولسنا في حاجه لمساعده من احد. لا لا هيك ولا؟ لا 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 ولسنا في حاجه مساعده من الاتحاد اللي باش يعملوا. انتم فقط وعندكم الموقف هذا ولا ثم زاد مركز اخرى؟ والله في بالي ثم مركز بوعيش على حسب المعلومه. بوعيش حتى رفض الانضمام للاتحاد. رفض الانضمام. والله شوف تو الاتحاد في الاغاثه بصراحه اتحاد في حاجه اخرى مقبوله. اتحاد في اما اتحاد في اغاثه. أنا بكل صدق العمل نتاع مركز الخير يلزم يبقى المركز الخير. يلزم الناس تفهم حاجة، علاش أنا ما دخلتش؟ أعمل مركز الخير يبقى مركز الخير، لأني نحب نحافظ على وجه تونس أكثر من أكثر من حاجة أخرى، أني نحافظ على وجه تونس ووجه تطور. في كامل أنحاء العالم. مش اليوم باش نعمل الاتحاد ممكن برشا حاجات. أني خدمتي عارفها من النهار الأول علاش قادم. يلزم يكملها. إذا كان نجح. راهي نجحت لتونس. اذا كان لا قدر الله راهي اني هو اللي متحمل المسؤوليه. هذا علاش الاتحاد اني ما ساعدنيش وما نتعاملش معاه بصراحه، وعلاش كيف من المتابعين الشان الاغاثه في تطاوين لاحظوا ان اغلب القوافل الاغاثيه التي تطاوين خاصه اللي تابعه
اللي تابعة منظمات ربما على قلتها طبعا على قلتها مش موجودة فهمت لا يجي المركز الخير صحيح يجي المركز الخير ما نشكوش فيها أي. لا فسرنا الشيء هذا الناس حتى يفهم علاش على خاطر الصدق مصداقية إذا كان به الوجه زين ما ثماش تدخلات أخرى من فلان أو فلان والله تدخلات لوجه البلاد راني انا نتكلم راني ننقل في رؤيه معناها قطاع كبير متبع تم التدخلات تم التدخلات علاش يدخل المركز الخير يسالوا هم رواحهم علاش يدخل المركز الخير الواحد نسمع هذا سلبيه يعني انا نقول لهم علاش يدخل المركز الخير اعطينا بعض ملامح والله الملامح احنا قلت لك عملنا اقار المصداقيه هيك اتفقنا فيه عملنا منظمة الاخوة الليبية الحمد لله ممكن راكم تجيكم الاصداء نتاع مركز الخير في بالي وسط الناس الكل العمل معناها مريكم الاخوة الليبية اللي جينا نفرحوا به واللي جينا نعاملوه معاملة طيبة هذه من العوامل اللي خلينا المركز الناس تجيه والمنظمات تجيه والكل تجيه هذه من العوامل اذا كان عندنا حاجة اخرى يتفضلوا اذا كان ما عندنا حد شكون معناها نقولوا احنا ما نرشو في حد بالوضع معناها عمل نتاعنا هو اللي عمل خير شي من رشوه عمل خير ممكن ثم ناس يقول لك هاو ثم تدخلات ثم كذا ثم لا سيدي عملنا هو اللي خلينا يكونش الموقع نتاعكم مع ثنيه جايه ربما اول مركز لا في ثنيه لا ما انا نعلمك حتى قبل من كنت بدايه الاحسان انا اللي كونت الاحسان الحمد لله وهذا البدايه الاولى الفتره الاولى الوجيزه كنت في الاحسان والاحسان وصل في فتره ما منين فيه الحمد لله خفي صداقين وتو شوف الحاله فقارب ايوه اذا كان البشير الحرابي في الاحسان خفي صداقين يجي المركز الخير ايش باش ياخذ؟ اكيد صداقين هذا علاش باقي لا موقع ولا احد شيء بالعكس الموقع الحمد لله احنا والله 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 لاجرينا في جره قافله معلومه نعطيها لكم سلم لجرينا في جرة قافلة ولا عرضنا قافلة على نعلمك زادة للمراكز الأخرى اللي تعرف فيها غادي منا قريب وصلت للبير الأحمر